أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا لم تقدم الحكومات في العراق أدنى مستلزمات الحياة الحرة الكريمة للعراقيين والتي طالما يعيدون بها المواطن العراقي؟ فبدءا من مجلس الحكم بعد احتلال العراق عام 2003 والذي شكله الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر والحكومات التي تعاقبت من بعده، لم يرى الشعب العراقي لا بناء ولا تطوير، بل رأى سرقة للمال العام وفسادا ماليا وإداريا وتدميرا للبناء التحتية. هذا الفساد عم جميع مفاصل الدولة بالإضافة إلى قمع الكلمة الحرة ومصادرة حقوق المواطنين. نتاجات العملية السياسية في العراق أيضا التدهور في الوضع الأمني وتسيد الميليشيات على المشهد العراقي ككل، ما أدى إلى إنهاك العراق حتى اقتصاديا واستحواذ هذه الميليشيات على كل الموارد والثروات. كل تلك التداعيات بحسب مراقبين خلفت رفضا شعبيا واسعا، بلغت ذروة هذا الرفض الشعبي في تظاهرات الجنوب بعد أن قمعت تظاهرات المناطق الغربية بالحديد والنار. نناقش مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة أسباب تصاعد الرفض الشعبي لمخرجات العملية السياسية في العراق، ولماذا فشلت في تقديم حياة حرة كريمة للعراقيين. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا دكتور جاسم. وأيضا أرحب بضيفي عبر سكايب من عمان، الأستاذ عبد القادر النايل، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. سينضم معنا لاحقا إذن هو والسيد لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع سوية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. حكومة تلو الأخرى تتعاقب في حكم العراق منذ احتلاله عام 2003، بدءا مما يسمى بمجلس الحكم الذي شكله الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر، إلى حكومة علاوي ثم الجعفري ثم المالكي ثم العبادي وآخرها حكومة عبد المهدي. العامل المشترك بين تلك الحكومات التي ابتلي بها العراق أنها تتسابق في خدمة أهداف الاحتلال الأمريكي وتقوية النفوذ الإيراني بكل ما أوتيت تلك الحكومات من قوة. لكن لم تلتفت أي حكومة خلال عقد ونصف من الحكم إلى حياة المواطن، ولم تقدم أدنى مستلزمات الحياة الحرة الكريمة التي طالما كانوا يتبجحون بالحديث عنها. دولة تذيق الشعب أنواع العذاب بالقصف والاعتقال وعدم توفير الخدمات في مشهد يؤسس ويقنن للفساد الحكومي الذي يعم جميع مفاصل الدولة. كل تلك التداعيات خلقت رفضاً شعبياً واسعاً في عموم البلاد، كانت شرارته الأولى في ساحات الاعتصام بالمحافظات المنتفضة التي جوبهت بالقمع والقتل، ليتسع بعد ذلك الرفض الشعبي ممثلاً بالمظاهرات التي اجتاحت محافظات الجنوب وبلغت ذروتها في البصرة. الأحداث المتصاعدة والغليان الشعبي يحكي للحكومات في العراق رفض الشعب المتزايد الذي يمكن أن يتحول إلى ثورة عارمة تطيح بعروش حكام المنطقة الخضراء. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. إذن دكتور جاسم الشمري، مرحبا بكم مرة أخرى. دكتور جاسم، الاحتلال قبل العراق كان قبل أن يحتل العراق كان يبشر العراقيين بحياة حرة كريمة، بتوفير الخدمات، بتطوير العراق، بالتنمية البشرية وعلى جميع الصعد. ولكن يعني بحسب ما يوجد على الأرض في العراق، العراق في أدنى مستويات الخدمات، ليس هناك خدمات للعراقيين، هناك قمع للكلمة الحرة. لكن ما هي نتاجات العملية السياسية التي جاء بها المحتل الأمريكي حتى الآن بعد مضي 15 سنة؟ نعم، شكرا لكم، تحية لك ولمتابعي قناة الرافدين وللأخ عبد القادر ولبقية الأخوة الذين سيلتحقون بنا. السؤال كبير ولا يمكن إجابة عنه خلال بضع دقائق، حينما نريد أن نتحدث عن نتاج العملية السياسية نذهب بالمقابل إلى خراب الدولة العراقية، إلى خراب منظومة دولة كانت في يوم من الأيام لها مكانة بين دول المنطقة. اليوم حينما نتحدث عن نتاج العملية السياسية، هؤلاء جاءوا في الغالب العام وفق نظرية المحتل الأمريكي،
ورغم هذا أعطوا أكثر من فرصة من قبل الشعب العراقي من أجل أن يقدموا أي شيء يذكر للمواطنين. اليوم أنا أعتقد أن الكرة باتت في ملعب الشعب العراقي، وهو ليس من باب اللوم أو العتب على العراقيين، وإنما هو من باب الحث على السعي لحياة حرة كريمة بعيدا عن الأطر الموجودة في داخل العملية السياسية. العملية السياسية اليوم القائمة في العراق، الذي يدعم العملية السياسية بعد الاتحاد، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هو الإطار الديني. الإطار الديني هو الذي أبقى أو دعم استمرار العملية السياسية في العراق، ذلك لأنه يمكن بفتوى من هذا المرجع الديني أو ذاك أن تغير إطار اللعبة الموجودة في العراق، لكن مع الأسف يبدو أن الأمور سائرة، أو يعني هي ضمن إطار الرضا عما يجري في العراق. الدين لا يرضى بالذل، الدين لا يرضى بالخنوع، الدين لا يرضى بالسرقات، الدين لا يرضى بالفساد المالي والإداري. كل أنواع الخراب والفساد وكل ما يمكن أن نقول عنه من السلبيات موجودة في العملية السياسية في العراق، إلا بعض الاستثناءات التي تذكر لهذا الطرف أو ذاك، لكن بالمجمل العملية السياسية في وضع خارب، وبالتالي يفترض أن يكون هنالك دعم ديني للعراقيين في مظاهراتهم الأخيرة. أما أنه نجد أن بعض الممثلين لهذا الشيخ أو ذاك يذهبون مثلا إلى البصرة ويفتتحون مشروعا وهميا أو ربما مشروعا رمزيا، هم متأكدون في داخلهم أن هذا الموضوع لن يحل مشكلة عراقية. وبالتالي القضية قضية توافقات على أعلى المستويات، والضحية الكبرى والأبرز هو المواطن العراقي. وبالتالي نحن بحاجة إلى ثورة شعبية عراقية ثقافية. هذه الثورة تكون بالكلمة، نحن لا ندعو إلى حمل السلاح بين عراقيين بعضهم ضد البعض الآخر، وإنما ندعو إلى توعية عراقية إعلامية تكون فيها الكلمة الحق هي الحاضرة، الكلمة التي تشخص الخلل في المشهد العراقي بالأدلة. اليوم هنالك خلل كبير في منظومة الدولة العراقية، ويمكن لكل متابع بسيط وليس متابعا دقيقا أن يحدد هذا الخلل الموجود في الدولة العراقية. إذن أرى أن العراقيين يجب أن يتكاتفوا، أن يتناسوا الخلافات الموجودة بينهم والتي تحاول تغذيتها بعض الأحزاب الحاكمة والميليشيات، وعليه هنا يمكن أن يعني نجعل الأساس الأولي لبناء الثورة. الثورة لا يمكن أن تكون عبر الفوضى، يفترض بالثورة أن تكون عبر التخطيط، لنعمل معا، لنخطط معا كعراقيين من أجل التغيير، ليس بالشعارات فقط وإنما بالتثقيف الممنهج الذي يقود إلى نتاج ثورة شعبية في العراق. أما بقاء الحال 100 مواطن هنا و100 مواطن هناك يتظاهرون على حالة ثم بكلمة من فلان أو فلان يمكن أن يهدأوا، لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يقود إلى تغيير في العراق. إذن القضية بحاجة إلى تكاتف شعبي وإلى وعي وإلى تثقيف إعلامي، ثم بعد ذلك يمكن أن ننطلق إلى الثورة التي تقضي على هذه السلبيات الموجودة في غالبية المشهد السياسي العراقي. أرحب بضيفي عبر سكايب السيد عبد القادر النايل، الباحث والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبضيفك الكريم ومشاهدي قناة الرافدين الفضائية. أهلا بك أستاذ عبد القادر النايل. خراب منظومة دولة كان لها مكانة بين دول المنطقة مثل ما تحدث الدكتور جاسم، يتحدث الدكتور جاسم أيضا قال بأن هناك خلل في منظومة التوعية، خلل في منظومة أو خلل في آلية التكاتف، ليس هناك فرص لنهضة حقيقية أو ثورة حقيقية. ما الصعوبة في ذلك إذا كان حال العراقيين هكذا إلى 15 سنة لم يشهد العراقيون في بلدهم أي تحسن؟
باتت من المعلوم تماما انه اليوم الغليان الشعب العراقي نتيجه واقعيه لممارسات ما بعد 15 عاما من الانحدار الكامل للملف العراقي وفي جميع المستويات، والذي اثر بطريقه واضحه على الشعب العراقي ذاته، فهو اليوم يعيش في حاله مزريه لم يعهدها حتى في سابقا في حقيقه كثير من الاحتلالات. اليوم يعيش وهو يرى ان اجياله قد جهلت بطريقه منظمه، وان ارزاقهم وقوتهم وثرواتهم تسرق، وبالتالي تدمر او يدمر العراق في بناه التحتيه. هؤلاء فشلوا ان يحافظوا على ما ورثوه ما بعد 2003 من بنى تحتيه، من موجود هياكل للدوله وهيكليه بالكامل، وبالتالي هم حقيقه لم يقدموا شيئا، وهذا اصبح واضحا لكل من يراقب، بل للشعب العراقي لما جرى عليه، لانه هو الحقيقه الذي يمارس عليه الفعل. وبالتالي هذا الغضب الكبير تماما اصبح مدرك تماما انه لا يمكن اعاده او عوده العراق او استعاده الوطن كما قالوها في بعض التظاهرات الا من خلال ازاحه هذه الطبقه السياسيه التي جاءت مع الاحتلال والتي كرست لصالح داعميها من الانظمه ولا سيما ايران، والذي حقيقه كانت اللاعب الابرز في الساحه العراقيه، لانها هي تريد تدمير العراق، تريد ان يكون العراق بعيدا عن عوامل النهوض لفترات ولسنوات طويله حتى لا يزاحمه في المنطقه، لان عمليه التوازن في المنطقه ما بين المجتمع والامه العربيه والدول العربيه وايران هو العراق، وهو الفيصل الاساسي لهذه الساحه. فلذلك عمدت ايران من خلال عملائها وادواتها الذين تربوا في احضانها وزجتهم بعد الاتفاق مع الولايات المتحده للسيطره على السلطه في العراق والاستحواذ عليها، وبالتالي تغلغل الايرانيون من نفوذ الى استيطان. اليوم نتكلم عن استيطان فعلي للايرانيون وادواتهم في العراق، بالتالي سعوا الى تخريب جميع المنظومه في العراق، سواء المنظومه التعليميه، المنظومه الامنيه، المنظومه الاقتصاديه، المنظومه الصحيه. وقد رأوا الجميع ما جرى في حال العراقيين من انحدار بهذه المستويات على طريقة واضحة تماما لجميع العالم. اليوم ليس فقط الشعب العراقي المنكوب أصلا هو يقيم هذه الحالة، بل العالم كله يقيم وبدأ يتكلم على أن هذه العملية السياسية التي بشرت بها الولايات المتحدة أن هناك ديمقراطية هي أكذوبة، وبالتالي هي يعشعش عليها الفساد، وهي منظومة لا يمكن أن تكون ولاؤها للعراقيين، بل بالعكس هي ولاؤها لمن يدعمها وتحديدا إيران، لأن جميع الحاكمين الفعليين لهكذا مؤسسات في العراق هم تابعون ومدربون ويعملون بجد وبإخلاص لنظام ولاية الفقيه في إيران. لذلك حقيقة عوامل النهوض باتت الآن كبيرة للشعب العراقي، لأن عملية الوعي المغيبة في السنوات الماضية، لأن هؤلاء الأطراف حقيقة قد آذوا الشعب العراقي بكثير من الملفات التي جعلوها هي الأساس، فقد حقيقة كانوا أساسا في زرع فتيل الطائفية في العراق، والاحتراب الأهلي، وعملية التغيير الديموغرافي، وعملية إقصاء مكون مهم لأنه واعي للمخطط في المنطقة وهم السنة في العراق الذين يشكلون نسبة كبيرة، وبالتالي تغليب الهويات الفرعية لصالح الهوية الجامعة العراقية، كل هذا حقيقة جرى بخطط معدة وباتفاق ما بين الاحتلال الأمريكي ومن سانده، وما بين النظام الإيراني وأدواته، وما بين هؤلاء الطبقة السياسية التي كانت نتاج لما بين التفاهم الإيراني الأمريكي بطريقة واضحة، والذين حقيقة أخذوا عملية زرع هكذا أمور داخل المجتمع العراقي بطريقة واضحة، وبالتالي صنعوا الفوضى الكبيرة التي حقيقة أشغلت العراقيين بكثير من الملفات. نحن نتكلم اليوم عن قتلهم لآلاف العلماء، يعني فقط على المستوى الطبي هناك 3000 طبيب وجراح مختص تم اغتياله داخل العراق، نتكلم عن تهجير 800,000 كفاءة عراقية إلى خارج العراق، وبالتالي عندما تريد أن تجعل من المجتمع ذو فوضى تضرب صمامات الأمان، وهؤلاء حقيقة فهموا فضربوا صمامات الأمان العلمية والعسكرية والاجتماعية والعشائرية، وبالتالي غيروا القيادات. عبد القادر سأعود إليك مرة أخرى. دكتور جاسم، مافيات المال السياسي، لعل هذا المصطلح هو مصطلح يعني متعارف عليه، أنه توظيف المال العام
توظيف أموال العراقيين، سواء أموال الميزانيات أو غيرها، أموال الفساد توظف ضد أي عملية نهضة، يعني تكبح جماح أي ثورة ربما يعني تصعد لتواجه الواقع وتغير هذا الواقع. من وجهة نظركم، يعني من أهداف المحتل الأمريكي هو جعل مافيات الفساد تصل إلى ذروتها مثل ما هي في هذه المرحلة في العراق؟ يعني نحن لا نتصور أن يعني نجد من هؤلاء إلا هذا الموجود، هذا الفعل الموجود. يعني لا يمكن أن نتصور من سلم البلد للمحتل أن يكون عفيفا ونزيها، لأننا نتحدث عن يعني خيانات كبرى وخيانات أقل وخيانات يعني دنيا. الخيانة الكبرى حصلت، يعني من يقتل مثلا لا يتوانى عن سرقة أي مبلغ، من يبيع الوطن شيء طبيعي ممكن أن يسرقه. وبالتالي غالبية هؤلاء دعموا المحتل الأمريكي، هم الذين قدموا للولايات المتحدة باعترافهم، قالوا نحن الذين روجنا لفكرة أن العراق يمتلك أسلحة محرمة وأن العراق وأن العراق وكذا. غالبية هؤلاء في مرحلة الحصار الدولي الذي وقع على العراق بعد غزو الكويت لم يكونوا مع العراقيين، بل قالوا أن هذا الفعل سيضعف النظام في العراق وبالتالي يقود إلى يعني انهياره، وهم يعلمون أن الحصار كان على العراقيين. هذه المبادئ المريضة أو المبادئ غير النقية هي التي قادت إلى الحال الموجود الآن. هم دعموا المحتل في احتلاله، غالبيتهم جاء مع المحتل وكان يفتخر أنه جاء مع المحتل، من جاء عبر الحدود ومن جاء عبر المطارات، والقلة القليلة منهم يعني كانوا في العراق أو جاءوا من غير المحتل. إن تجد من يقبل لنفسه أن يفتخر أن يكون مع المحتل، فلا أعتقد أنه حينما تعاتبه أو تحاكمه أو تطالبه بالمال لا أعتقد أنه يخجل. ذلك لأنه من ارتكب الجرم الأكبر لا يخجل من الجرم الأصغر، سواء من الخالق سبحانه وتعالى أو من الشعب. هذا الأمر هو نتاج الحال الموجود في العراق. إذن العتب، كل العتب على أحزاب تدعي أنها أحزاب إسلامية، ونحن حينما نريد أن نقول أحزاب إسلامية سواء كانت من هذا الطرف أو ذاك، حينما نقرأ مبادئ هذه الأحزاب تجدها يعني مبادئ دقيقة وقائمة على وفق الشريعة الإسلامية، لكن مع الأسف فشلوا فشلا مخجلا في التطبيق أثناء العملية السياسية. هم يعرفون بعضهم البعض، يعني أنا لدي معلومات أن الصفقات مع القضاة المرتشين، مع احترامنا للقضاة النزيهين في العراق، تتم في بيروت وفي غيرها من عواصم القريبة من العراق مقابل إنهاء ملفات ضخمة بالفساد المالي والإداري. إذن من يسرق 30 مليون يمكن أن يعطي منها 10 ملايين ويبقي على 20 مليون يعني كمحصول من هذه العملية السياسية. من أين لي ولك ولعراق بقادة يعني ينظرون للمنصب على أنه تشريف، ينظرون للمنصب على أنه وسيلة لخدمة الأهل، لخدمة المجتمع، لخدمة الفقراء، لخدمة المرضى، لخدمة كبار السن، لخدمة المعلمين، الطلبة، و يعني خدمة المجتمع. أين هؤلاء؟ مع الأسف يعني هؤلاء لا أقول غالبيتهم موجودين، غالبهم لا يفكرون بهذا الأمر. حينما نسمع أن منصب الوزارة الفلانية اليوم من الوزارات الثمانية التي بقيت من حكومة عادل عبد المهدي يقال أنه عرض 30 مليون دولار مقابل هذا المنصب، بالله عليك من يدفع 30 مليون؟ ألا يفكر أنه يعني يحصل على 100 مليون على أقل تقدير مقابل هذه 30 مليون؟ والقوة هي مع المال بالتأكيد. إذن القوة مع الفساد
ومع بيع الضمائر، هؤلاء باعوا ضمائرهم، وبالتالي من يبيع ضميره لا تتوقع منه أن يكون نزيها وحافظا للمال العام بأي شكل من الأشكال. أستاذ عبد القادر النايل، بالعودة إليكم، ما المصلحة الأمريكية من تسيد الميليشيات العراقة وأيضا تسيد مافيات الفساد للعراق من وجهة نظركم؟ يعني مصادرة حقوق العراقيين، نهب المال العام، سطوة مافيات الفساد أصبحت سمة يعني معتادة بالنسبة للعراق، ما المصلحة الأمريكية في ذلك وهي كانت تبشر بعراق نموذجي؟ وظيفة كل محتل تدمير البلد الذي جاء لاحتلاله، وبالتالي الولايات المتحدة بشرت بأنها ستعيد العراق للعصر الحجري، ولذلك ترى أن عملية مافيات الفساد محمية بسبب أن هناك وصاية وحماية أمريكية لها، لأن هناك مصلحة مشتركة من إرجاع العراق وإفقاره، ولن يتم إفقاره وإرجاعه إلا بدعم الفاسدين الذين يأخذون أموال العراق ويسرقونها، وهذه المصلحة مشتركة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هم عمدوا على حماية هؤلاء الفاسدون بطريقة واضحة تماما، ولذلك لم يحاسب أحد إلى هذه اللحظة ممن سرق المال العام، بل أن من يقدم من المقاولين الذين هم أدنى من المسؤولين على مقاولة ويغشها ويسرق مالها ثم لا ينفذها على أرض الواقع يكرم، بالتالي يتم إعطاه مزيد من المقاولات والأعمال داخل العراق، لأنهم لا يريدون بناء شيء على الواقع العراقي. هذه أولا. ثانيا، المصلحة الأمريكية تقتضي بدعم هؤلاء من أجل أن يبقون حقيقة أسير شهوات المال، لأنه بوجود هؤلاء حقيقة يمكن الولايات المتحدة أن تقدم على خارطة الشرق الأوسط الجديد التي بشرت فيها، وهي تقسيم مجزأ، وبالتالي اليوم يعود المشهد من جديد حقيقة بعد احتفال هؤلاء الذين قتلوا ملايين من البشر بالحرب العالمية الأولى والثانية وهم يحتفلون على انتهاء هذه الحرب، وبالتالي معلوم تماما الضحايا التي سقطت والكثير من هؤلاء الأبرياء المدنيين الذين قتلوا جراء هذه الحروب العبثية بين تلك الأقطاب وبين تلك الدول، بالتالي هناك عودة لأن تدعم تلك الميليشيات التي على عاتقها أحيت مشروع الطائفية وتقسيم المجزأ، وبالتالي إشاعة النعرات التي من خلالها يتم تقسيم المجتمع أفقيا وعموديا على المستوى الطائفي والعنصري، ولذلك اليوم ترى أن هذه الحالة قد وصلت إلى ذروة مستواها من خلال الصراعات الداخلية وتغليب الهويات وتناحر الهويات الفرعية فيما بينها، بينما بقي الذي يريد أن يتسيد المنطقة وهي إسرائيل للتوسع والتمدد، وربما أصبحت الذين يتصارعون على الهويات الفرعية والذين حملوا اللواء الطائفية يتسارعون في كسب ودها، وبالتالي هذه حادثة أو حوادث أصبحت حقيقة واقعية وملموسة في مجتمعنا الحالي، وبالتالي هو جزء من عملية خطة تأبين هذا الكيان المغتصب لأرض فلسطين، وبالتالي أيضا على حساب إضعاف الدول العربية وهذا الجسم العربي الذي فيه لغة مشتركة ودين مشترك وبه حقيقة عملية أرض مشتركة وخيرات واقتصاد مشترك وفيه تقارب كثير، من مصلحة إيران أن يتم تمزيقه حتى تكون هي الدولة الجوهرية أو الدولة التي يمكن لها أن تكون شرط المنطقة في حماية هذه الهويات الفرعية المتصارعة فيما بينها، وهذه حقيقة اتفاقية على تدبير المنطقة بحقد دفين تاريخي وليس وليدة هذه اللحظة، لأنه كما معلوم تماما كانت هذه الأراضي أو هذه المناطق تقسم قبائليا ما بين الروم والفرس، وبالتالي يقاتلونهم فيما بينهم. إذن هناك عمليات مشتركة كبيرة للنيل من كرامة ومن النيل من هذه المنطقة عموما وفي جسد الأمة العربية، وبالتالي رأس هذا الجسد هو العراق، وبالتالي أي مشروع، ولذلك كان عملية شيطنة واختراق وعملية ضرب والمقاومة وحاضنتها لأنها أوقفت هذا المشروع، وبالتالي أعطت وعي كبير تماما للمنطقة أن هناك مشروعا يمكن أن يجابه هذه الآلة الكبيرة الأمريكية التي يتخوف منها الكثير
الطائر ومن آليتها العسكرية التي سقطت هيبتها أمام بضع من الشباب حقيقة وهم نعم. رجال ابقى أو معي أستاذ عبد القادر سأعود إليك مرة أخرى. نعم ابقى معي لو سمحت. دكتور جاسم الشمري، يعني مقاطعة العراقيين للانتخابات الأخيرة كانت السمة الأبرز، هل له أثر على المشهد العراقي هذه المقاطعة، يعني من خلال التظاهرات التي شهدها الجنوب العراقي؟ من وجهة نظرك بصمات هذه المقاطعة هل تراها موجودة على المشهد العراقي الآن؟ والله مع الأسف يعني أنا لست متشائما، لكن أقول ليس لها تأثير واضح. لها تأثير لكن ليس تأثيرا واضح، بدليل أنهم قالوا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط وحكومة مستقلة، واليوم الخلاف على وزارة الداخلية على أشده بين التيار الصدري وبين قاسم سليماني وبين الداعمين للفياض على هذا المنصب، وعادل عبد المهدي في المنتصف لا يدري من أين يتلقى، عادل عبد المهدي المستقل لا يدري من أين يتلقى اللكمات. أين هو أثر المظاهرات؟ هل يعني لمسنا أثرا حقيقيا للمظاهرات؟ هذا يقودنا إلى الكلام الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة، أن المسؤولين في الدولة متيقنون أن المظاهرات ليست مستمرة، بدليل إن كنت تذكر أنهم قالوا مع انتهاء الحر ستنتهي المظاهرات، وفعلا مع انتهاء الحر بدأت المظاهرات بالأفول. هذا يعني أنه لا توجد ثقافة مظاهرة، لا توجد ثقافة مظاهرة حقيقية أو ثقافة معارضة حقيقية. إذن نعود إلى ما تحدثنا عنه، نعود إلى ضرورة أن يعني قلمي مع قلمك، صوتي مع صوتك، موقفي مع موقفك، بالتالي تنجمع الأقلام والأصوات والمواقف للتثقيف. ليس التثقيف أن نقول أن هذا الشعب متخلف، حاشا لله، ليس هذا القصد، وإنما التثقيف المقصود منه التوعية بحقيقة العملية السياسية عبر طريقة مدروسة، وليس فقط عبر ظهور إعلامي هنا أو هناك. وعليه هذا التثقيف سيقود إلى يعني إنشاء روح الثورة. هذه الروح هي التي تبقي جسد الثورة على قيد الحياة، أما إذا ماتت الروح تماما كالإنسان حينما تنتهي روحه يعني ينتهي من الحركة والتفاعل. إذن علينا أن نحيي الأرواح الميتة، أرواح المعارضة الميتة في الشعب العراقي، حينها لن يكون لا للسياسي الفلاني وإلى القائد الفلاني ولا إلى المرجع الفلاني ولا إلى الشيخ الفلاني ولا السيد الفلاني أي دور، ذلك لأن العراقيين حينها يكونون على وعي تام، وعي تام بالهدف، يعرفون ماذا يريدون، يعرفون أنهم يعني آمنوا أنه يجب التغيير بالمشهد العراقي. أما ثورات متقطعة بسبب الماء أو بسبب الكهرباء والتفاعل أو التأييد للعملية السياسية، هذا ليس معارضة، هذا مطالب خدمات فقط، حينما توفر خدمات تنتهي المعارضة. في هذه التظاهرات أيضا كان هناك مطالبات بإخراج النفوذ الإيراني أو تحييد النفوذ الإيراني من العراق، هناك مطالبات حتى بإسقاط العملية السياسية. وهل خرجت إيران من المشهد العراقي اليوم؟ قاسم سليماني هو المتحكم بما تبقى من وزارات أمنية، ومعلوم أن الوزارات الأمنية هي المحرك الأكبر في المشهد السياسي العراقي. اليوم إيران هي ما زالت تتحكم بالمشهد العراقي، إذن أين نتيجة هذه المظاهرات؟ الأمر ليس من باب اليأس وليس من باب القنوط، وإنما هو من باب التوعية، من باب الفهم، من باب التنوير، من باب يعني زرع الأمل مجددا بين العراقيين. أما أننا نخرج بمظاهرة هنا ومظاهرة هناك ثم بعد ذلك لا شيء، نحن نريد المحصلة. منذ 15 عاما ونحن نعارض العملية السياسية، أكيد هناك ضغوطات كبيرة على القوى المعارضة، لكن يفترض أن نعمل معا ونؤسس لعملية توعية حقيقية
بما يجري من فساد مالي وإداري، وبدليل أن المشاركين في العملية السياسية غالبيتهم من ذات الوجوه والأحزاب التي ظهرت على المشهد السياسي العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم. ولكن دكتور يعني أين هي النتيجة؟ البعض يقول بأن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى هذه التوعية، على اعتبار أنه هو خرج بتظاهرات ضد مافيات الفساد التي تمنعه. من يقول هذا الكلام هو حر، من يقول هذا الكلام هو حر وليأتني بالنتائج. نحن نريد نتيجة. هذا الكلام كلام من أجل زرع، يعني حقيقي زرع على أرض خصبة، هذه الأرض خصبة بالسقي الصحيح، ثم بعد ذلك بالانتظار يعني يثمر هذا الزرع. أما أننا نأتي بزرع ونزرعه على 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 الحجر، هذا كلام غير منطقي. الكلام الذي أدعو له هو ليس من باب اليأس وليس من باب القنوط، وإنما هو من باب وضع النقاط على الحروف، من باب توعية الجماهير بحقيقة ما يجري، توعية الجماهير بضرورة أن تكون المظاهرات مستمرة، لأننا أمام عملية سياسية يعني ينخرها الفساد من الألف إلى الياء، وبالتالي أن نخرج من أجل ما فقط، هذا يعني أننا نسينا أبناء المناطق المدمرة، نسينا الموجودين في المخيمات، نسينا الموجودين خارج العراق. إذن نحن نريد مظاهرات شعبية في عموم البلاد من أجل تغيير شامل، وليس من أجل جزئية بسيطة التي هي الماء أو الكهرباء أو الخدمات البسيطة. القضية بحاجة إلى توعية من أجل ثورة شاملة على كافة الجوانب الخربة في الدولة العراقية. شيخ عبد القادر النايل، البعض يرى بأن كلما ضاقت الحلقة على من بيده السلطة والنفوذ وهو سبب الفساد في بلد ما، يقوم بخلق أعداء من الداخل وخلق الحروب الداخلية لإلهاء الشعب بذلك. إلى أي مدى هذه الحالة تنطبق على العراق؟ وهذا الوصف هو وصف لمحللين. هذه الحالة طبقت بالعراق منذ اللحظة الأولى، وأظن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من فعلتها حقيقة في إحداث أمور طائفية من أجل إشغال العراق عن مقاومة المحتل في 2005 وبداية 2006، وبالتالي دعمت ميليشيات بطريقة واضحة، وهذه حقيقة مراكز بحثية كبرى كمؤسسة راند وغيرها من أوجدت نظرية الضد النوعي. وعلى هذا الأساس حقيقة استفادت الأحزاب ولا سيما حزب الدعوة من هذه النظريات التي عملت جاهدة على إشاعة الطائفية وعلى إشاعة أزمات أخرى من شأنها حقيقة إشغال العراقيين بهذه الملفات حتى لا يلتفتوا تقييد رؤياهم الرئيسي وهي العملية السياسية والحاكمين بالعملية السياسية. وأقولها وصل إلى مرحلة الوعي الكبير، وأن تظاهراتي قد أتت بنتائج مبهرة وشاسعة لأنها أسست في مرحلة وعي متقدم، وأن العراقيون حقيقة بعد أن أصابهم نوع من اليأس أن هناك مكونا واحدا يدافع عن العراق، اليوم أصبح العراقيون وصلوا إلى قناعة واضحة أن الخلل برأس العملية السياسية، وأن كل الأمور تأتي بإصلاحها منذ اللحظة الأولى. أستاذ عبد القادر ابقى معي لو سمحت. أرحب بالأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد انضم معي عبر الهاتف من السويد، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك وحياك الله وحيا ضيفيك الكريمين. أهلا بك أستاذ لبيد. أستاذ لبيد، كيف تراقبون الرفض الشعبي للواقع العراقي والذي هو متصاعد تدريجيا نتيجة الفساد، نتيجة عدم وجود فرص للعمل، نتيجة الواقع الخدمي المتردي في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المظاهرات أو المعارضة القوية التي شهدها العراق منذ الصيف هذا العام هي الحقيقة مظاهرات أو معارضة متميزة وتمتاز عن سابقاتها من المظاهرات والحراك الشعبي، بأنها كانت تختلف بحيث أنها لم تكن موجهة من قبل لا تيار صدري ولا تيار مدني ولا أي حزب أو قوة سياسية أخرى تدعي ذلك أو لا تدعي ذلك. المظاهرات كانت عفوية، والمظاهرات كانت تمتاز بأن الشباب هم لحمتها الأساسية وهم قادتها الأساسيون، وهناك بالحقيقة دلالات كلش مهمة جدا مهمة من هذه المظاهرات. أولى هذه الدلالات أنها
استهدفت رؤوس العملية السياسية، استهدفت العملية السياسية بكاملها، وهو الخلل الأساسي الذي يعاني منه العراق. العملية السياسية هي أساس الخراب وأساس المشاكل التي جرت العراق إلى ما هو عليه الآن. كما نعلم أن العملية السياسية تقوم على أساس طائفي إثني، وهذه الأسس الطائفية والإثنية هي اللي قادت إلى احتراب وحرب أهلية لا سيما في عامي 2006 و2007. الشباب العراقيون يدركون بوعي هذه الحقيقة، لذلك استهدفوا العملية السياسية ليس لأنها مصدرا للفساد فقط، وإنما لأنها مصدرا لضياع كرامة العراق. استهدفوا الرموز الإيرانية كما لاحظنا، أحرقوا كل الرموز التي كانت محاطة بشيء من القدسية ولا أحد يتجرأ على المساس بها. أحرقوا صور الخامنائي وأحرقوا الرموز الإيرانية وصور الخميني وإلى آخره من هذه الرموز. هذا معناه أن الشباب أدركوا بأن المشكلة ليست فقط مشكلة جوع أو مشكلة فساد، وإنما هي مشكلة كرامة، ضياع كرامة كما قلنا. الشباب أدركوا بأن إيران هي التي تتحكم بتفاصيل المشهد العراقي، سواء المشهد السياسي أو المشهد الاقتصادي في العراق. أي إيران لا ليست فقط هي التي تعين رئيس الوزراء وتتحكم بالوزارات الأساسية، وخصوصا الوزارات السياسية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وإنما إيران تتحكم بشط العرب، وتتحكم بالرافدين، بمياه الرافدين، دجلة والفرات، هي التي تقطع المياه عن البصرة وعن الشعب العراقي، وهي التي تقطع الكهرباء متى تشاء، وهي التي تميت الأسماك وتجبر العراق على استيراد الأسماك المجمدة من إيران. هذه المسألة لا تمس لقمة العيش، وإنما تمس الكرامة أولا. لذلك الثورة التي قامت أو المظاهرات التي قامت، وهي التي ستمهد قريبا إلى ثورة حقيقية في العراق، هي ثورة كرامة بالحقيقة، ليست ثورة جوع. هذه مسألة مهمة بالحقيقة، ويجب أن نشجع عليها، ويجب أن لا نستهين بما قامت. القمع شديد جدا في العراق، لذلك تشهد من الطبيعي أن تشهد المظاهرات، الخط البياني للمظاهرات أن يشهد صعودا وهبوط. الشباب يعرفون كيف يتكيفوا مع الظروف المحيطة بهم. أستاذ لبيد، الشباب هم المتضررون. نعم تفضل. أستاذ لبيد، البعض يرى بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة عن ما يجري في العراق، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ هذا صحيح جدا، لأن المجتمع الدولي منقسم إلى قسمين، أحد الجزء ينظر إلى البيت العراقي من ثقب الباب الأمريكي، والجزء الآخر ينظر إلى البيت العراقي من ثقب الباب الإيراني. أمريكا كما نعلم هي التي صنعت العراق الجديد، هي التي غزت العراق ودمرته واحتلته وأقامت عملية سياسية كما تقدم ذكرها، عملية أنتجت الفساد وأنتجت المحاصصة الطائفية وأنتجت كل الخراب وكل الحروب الأهلية والاحتراب الطائفي في العراق. وفي النهاية اضطرت أمريكا إلى التفاهم والتوافق مع إيران من أجل إنتاج النظام السياسي الذي يقود البلد منذ عام 2005 كما نعلم. وبالتالي أمريكا لا تريد أن تعترف بخطئها، أمريكا مصرة على أن ما أخذتها العزة بالإثم كما نقول. لذلك أمريكا تعتبر أن ما حصل في العراق هو عملية تحرير، عملية بناء ديمقراطية، إشاعة الرأي العام، حرية الرأي العام إلى آخره من هذا الكلام الفارغ. وأمريكا لها معسكرها، المعسكر الأوروبي برمته بكامله ينساقوا خلف السياسات الأمريكية ولا يتجرأوا النظام الأوروبي على أن يخالف أمريكا فيما تراه. أوروبا ترى رأي العين ومؤمن حقا بأن ما يجري في العراق هو عملية انتهاكات لحقوق الإنسان، والذين يحكوا وبلد أصبح بلد عصابات وبلد استشرى فيه الفساد وانحط بحيث أصبح إلى في أسفل سلم الدول العالم فيما يتعلق بالعلم وبالاقتصاد والى اخره. لكن دول اوروبا يجب ان تتبنى هكذا، ترى يجب ان تتبنى الموقف الامريكي من ازاء العراق. من الناحيه الاخرى، من ثقب الباب الايراني، روسيا على سبيل المثال، الصين، دول اسيا، نمور اسيا، كلها لديها مصالح مع ايران، وبالتالي لا تريد ان تداري الوضع في ايران، لانها تعلم ان ايران هي ذات الهيمنه الحقيقية على المشهد السياسي في العراق، ولا تريد أن تزعج إيران لهذا بسبب وجود مصالح مشتركة بينها وبين إيران. نعم دكتور جاسم، إذا كان المجتمع الدولي يراقب ما يجري في العراق
من 15 سنة، وليس من كثب، يعني هو 15 سنة والواقع العراقي على ما هو عليه. إذا كانت إيران هي التي تتحكم بتفاصيل العراق سواء على المشهد العراقي السياسي أو الاقتصادي، ماذا بعد؟ والله ستبقى أو سيبقى العراق هو يعني مشهد أو ميدان لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة وإيران، هذا على افتراض أنه يوجد عداء حقيقي، وبين إيران ودول المنطقة عبر البوابة العراقية. إذن إيران كانت تحلم بقضية الهلال الشيعي، وبالأمس سمعنا أن القطار بدأ يتحرك من طهران عبر العراق إلى من دمشق عبر طهران عبر العراق إلى طهران، وبالتالي إيران يعني لديها مخطط. يعني اختلفنا مع إيران، اتفقنا مع إيران، هذا موضوع ثاني، لكن الحكومة الإيرانية تعمل من أجل مصلحة الشعب الإيراني، هذه نقطة. يعني يوجد معارضة للنظام، هذا لا نختلف عليها، لكن السؤال هنا هل يمتلك النظام الإيراني استراتيجية عمل أم هو نظام عشوائي؟ أبدا، النظام الإيراني نظام دقيق، منذ عام 1979 قالها الخميني سنصدر الثورة الإيرانية إلى العالم، وأول ما بدأ مع العراق. إذن هم لديهم أجندة وعملوا بموجب هذه الأجندة. هذه الأجندة تقول اليوم كذا ننفذ كذا، غدا كذا ننفذ كذا، إذن لديهم مشروع، لكن الويل على بلدنا. ما هو المشروع العراقي؟ ما هي الأجندة العراقية؟ ما الذي قدمناه أو سنقدمه للعراق، سواء كنا في العملية السياسية الميؤوس منها أو من المعارضة؟ يفترض، وأنا أتكلم هنا عن المعارضة أو القوى المناهضة للاحتلال، يفترض بنا أن نتحد على الحد الأدنى من القيم أو المبادئ أو الأسس التي نتفق عليها، ومنها القناعة بأن ما جرى هو نتاج المحتل الأمريكي، وأن العملية السياسية لم تأتي بخير للعراقيين، وأن الشعب العراقي مغلوب على أمره، وأن هنالك أطراف فاعلة في المشهد السياسي تمتلك المال والسلاح هي التي أجبرت العراقيين على السكوت. هذه يعني قيم أولية يمكن أن نتفق عليها جميعا، وفق هذه القيم يمكن أن نتحد، يكون لنا يعني ترتيب معين، ترتيب ثقافي، ترتيب جبهة معارضة كبيرة يمكن أن تقود أو يكون لها نفوذ في دول المنطقة. أما بقاء هذا التشتت في غالبية قوى المعارضة أو المخالفة لعملية سياسية، فلا أظن أن هذا الأمر سيؤدي إلى نتيجة، ذلك لأن الجالسين في بغداد ينفذون ما يريدون، والشعب العراقي يتفرج عليهم، ويعلمون أن القوة الموجودة في خارج العراق هي قوة في الغالب ليست متفقة، وعليه يفترض أن نتفق، أن نتحد، أن نتكاتف من أجل مصلحة العراق، أن نترك الخلافات الشخصية والحزبية والفئوية من أجل إنقاذ العراق قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الكلام ولا ينفع فيه الندم. وأعتقد أننا في فرصة تاريخية من أجل العراق، ذلك لأن العملية السياسية اليوم أثبتت بعد 15 عاما من التجربة أنها عملية سياسية، وأعتقد أن هذا الملف ملف الفشل هو من أكبر الأسلحة التي يمكن أن تستخدم من أجل التغيير المرتقب في العراق. شيخ عبد القادر، ماذا على القوة المناهضة للعملية السياسية أن تفعل؟ بالتأكيد عليها فعل كبير، وهي قد فعلت، لأنه نحن نتكلم عن 15 عاما استطاعت القوى المناهضة للاحتلال أن تبدأ مقاومة سريعة وصد المشروع الأمريكي بطريقة واضحة، وقد كسرت حقيقة أقدامه في العراق وثنيه عن مشروعه الشرق الأوسط الجديد الذي
اراد احتلال بلدان عربيه اخرى وتقسيمها وتجزئتها الى دويلات صغيره، وبالتالي هذا الانجاز حقيقه اذا ما قارناه باحتلالات مرت سواء بالعراق او بدول اخرى، وجدنا ان عمر المقاومه بعد 50 عاما او 100 عام انطلقت حتى استعادت بلدانها. اليوم نتكلم بعد 15 عاما استطاعت القوى المناهضة للاحتلال كشف زيف الأحزاب السياسية الحاكمة التي ادعت أنها تمثل الشعب العراقي وأنها بنيت على أساس الهويات الفرعية وفضحتهم أمام الشعب العراقي. اليوم أصبحنا بخمسة عشر عاما هناك قناعة لدى الشعب العراقي بأن الخيار الأمثل للعراق هو الالتحاق بمعسكر القوى المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية. فنحن نتكلم عن إنجاز حصري بخمسة عشر عاما، وهذا إنجاز مسبوق في المنطقة إذا ما قام، ورأينا حركات التحرر سواء الفيتنامية واليابانية والحركات التحرر العربية في الجزائر وغيرها، لوجدنا أنهم استهلكوا عشرات السنوات بل وصلوا إلى المئة عام حتى بدأ خط الارتفاع والنهوض لاستعادة بلدانهم. ونحن حقيقة هنا لا نقول أنه هذا الإنجاز ينبغي أن يحدد وأنه هذا إنجاز كبير، لا، الإنجاز الحقيقي في إزاحة هؤلاء وبالتالي ملء الفراغ الحقيقي، وهذا ما ستعمل عليه القوى المناهضة للاحتلال من إنشاء قيادات شابة حقيقية في المناطق التي توسع فيها العراق والتي امتزج حقيقة بحقيقة ما يجري على العراق وما هي سبل الخلاص من خلال وحدتها ومن خلال إنتاج المشروع الحقيقي الذي حقيقة الكل يتفق على المشروع، لكن تحتاج إلى تبريز وإظهار قيادة حقيقية، لا سيما أن العمل في الميدان نعم هناك ملاحقات وهم حقيقة جزء رئيسي من العمل الميداني، ليس هم في الخارج، هناك قيادات موجودة من أجل الحفاظ على حياتها أمام الاستهدافات المستعرة من قبل إيران وعملائها وميليشياتها وأطراف العملية السياسية، أما القوى الحقيقية هي موجودة في الداخل، وبالتالي هناك تنسيق حقيقي موجود في داخل العراق، لكن العمل داخل العراق معلوم تماما صعوباته، وبالتالي نحن نتكلم عن عراق تم غزوه من دول ومن الولايات المتحدة الأمريكية أمام مشروع كبير تماما دمر بالكامل، فبالتالي لا يمكن الحديث عن 15 عاما يمكن استعادته بهذه السهولة، لكن على القوى المناهضة أعمال كبيرة منها إعادة حقيقة سبل النهوض للمجتمع العراقي من أجل إعادة الوطن. نعم دكتور جاسم، كيف تعلق في دقيقة واحدة؟ أنا أقول أن من الوفاء للشهداء، من الوفاء للمعتقلين، للأسرى في سجون الحكومة، من الوفاء للمظلومين، من الوفاء للمهجرين في داخل وخارج العراق، من الوفاء للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام أن نتكاتف، من الوفاء أن نقول كلمة الحق، من الوفاء أن ندعو إلى عدم الوقوف مع العملية السياسية التي لم تأتي بخير للعراق، وعلينا أن نتكاتف وأن نتوحد وأن نصفي القلوب قبل أن نصفي الألسن، ذلك لأن القضية قضية قلوب وأرواح قبل أن تكون قضية أجساد ممكن أن تلتقي بضع ساعات ثم بعد ذلك تفترق. إذن علينا كعراقيين محبين للعراق أن نتكاتف وأن نتوحد من أجل الوصول إلى الضفة الآمنة التي تؤمن العيش الرغيد والكريم للعراقيين بعيدا عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية. المنظور مع الأسف ليس ورديا، لكن هذا لا يعني أننا نيأس، علينا أن نتكاتف، علينا أن نشد الحزام من أجل غد مشرق لأولادنا لأبنائنا، من أجل تأمين حياة حرة كريمة لأبناء الشهداء والأسرى والمعتقلين للأيتام والأرامل، وهذا لا يكون بالكلام وإنما يكون بالتوحد والتكاتف ونبذ الخلافات. شكرا لك ضيفي في الاستوديو دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من عمان، وشكرا لك شكرا جزيلا أيضا أستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.